النهارده الفجر انفجار في قاعده جويه في محيط مطار دمشق الدولي، والسبب ضربه اسرائيليه. الطيران الاسرائيلي بيضرب القاعده بالصواريخ، القاعده دي بيستخدمها الطيران الايراني وحزب الله. الضربه اتسببت في انفجار مستودع وخزانات وقود. القصه هنا زي ما حضراتكم شايفين، ربنا يكون في عون اخواننا في سوريا، بلدهم بتتدمر، محدش بيقول كفايه، كل دوله بتبحث في سوريا عن مطامعها وعن مصلحتها فقط، لكن مصر هي اللي بتحاول تقول كفايه. سيبوا الشعب السوري يحدد مستقبله، سيبوا الشعب السوري يحدد مصيره، وهي دي الكارثه اللي بنكلم حضراتكم فيها. لما دوله بينهار جيشها وبتتحول اراضيها لمنطقه حرب اهليه، ايه اللي بيحصل فيها؟ تشوفوا حضراتكم الاسبوع ده كان نموذج في ايه اللي بيحصل لما الدول جيوشها بتنهار، تحديدا دوله من الدول العربيه. بنشوف مثلا الطيران التركي بيتجرأ وبيضرب في العراق، والطيران الاسرائيلي بيروح يضرب قاعده بجوار مطار في دمشق. ده اللي لازم نتوقف عنده النهارده في كلامنا مع حضراتكم، ده اللي لازم نعرف منه، انه لما نتكلم عن جيش يبقى بنتكلم عن قوه ودرع بيحمي البلد. الجيش القوي هو اللي بيخلي البلد وأمنها واستقرارها في مأمن عن أي غدر ممكن يطول هذه الدولة. ده اللي يخلي رئيس الدولة امبارح يقول خلي حد يقرب من حدودنا وهو يشوف هيحصل له إيه. دي الجملة اللي قالها وشدد عليها وأكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في لقائه مع الشباب في المؤتمر الوطني.